الرحيم. أخواننا في جامعة إشاعة العلوم كانت علاقتنا بهم ترجع إلى التسعينات عندما زار الكويت الشيخ غلام الوستانوي، وكان لقائه مع المرحوم الشيخ نادر النوري من جمعية الشيخ عبدالله النوري، وتعرف على نشاط الجامعة وتعرف على الشيخ غلام. ما الله كتب أن يكون فينا بيننا وينهم أي مشاريع مشتركة، ولكن الإخوان تعاملوا مع جهات أخرى في الكويت منذ ذلك الوقت إلى أن أتى منذ عام 2014. زارنا الأخ حذيفة ابن الشيخ غلام وتعرفنا عليه وشفنا مشاريعهم، وكان طبعا عملهم كبر منذ التسعينات، ووجدنا أنهم في مجال نبدأ التعامل معهم ونشوف كيف تتطور علاقة، لأن احنا علاقتنا مع المشاريع في الهند قديمة. بدأنا في مشاريع بالمساجد والآبار وبعض الفصول الدراسية، وزرت الإخوان هناك في أكلكوا وزرت بعض مشاريعهم في أورانجاباد وأماكن أخرى، وتطورت العلاقة معهم إلى أن بدأنا نعمل مشاريع كبرى معهم. لما لاحظنا على أرض الواقع أن مشاريعهم كبيرة وتفيد عدد كبير من المسلمين هناك، وجدناهم كشريك ممتاز، وبدأنا بالعلاقة بمشاريع أكبر. بدأنا معهم في عملهم في المستشفى والكلية الطب في أورانجاباد، وكذلك في كلية للصيدلة سوف تقام في قريب من أورانجاباد، وبدأنا في التوسع في المدارس إلى مدارس بحجم متوسط خلاف المدارس الصغيرة. الإخوان في جامعة إشاعة العلوم يتميزون عن باقي شركائنا في الهند أنهم مع وجود المرجعية الدينية والإسلامية الصحيحة هم منفتحين على العصرية، ويهتمون بإخراج المسلم المتعلم الذي يقدر أن ينخرط في المجتمع الهندي بوجهة نظر منفتحة، بمهارات قادرة على منافسة أقرانه من المذاهب والجنسيات الأخرى. مشكلة المسلمين في الهند أنهم لا يمثلون بنفس نسبتهم في ضمن السكان في المراكز العليا وفي المجتمع، فقط عملهم منحصر في التجارة وفي التعليم الديني، وتمثيلهم في الحكومة في المراكز الحكومية المتقدمة والأماكن الأخرى محدود جدا، وهذا لنقص في التعليم. ولذلك أي جهد موجود للتعليم العصري يؤهلهم لمسك هذه المراكز. ما يميز كذلك الجامعة أن حجمهم كبير وعندهم انتشار في أكثر من ولاية بالهند، يعني بعض الشركاء هناك محدودين في أماكن مع وجودهم وأنشطتهم. وكذلك الشيخ غلام عنده قبول كبير لدى كثير من الأوساط المسلمين في الهند، وله علاقات حتى مع غير المسلمين، وهو شخص يعني له قيمة ومقدر ومحترم، ولذلك يستطيع أن ينجز هذه الأعمال المطلوبة والأعمال الكبيرة بحيث أن تسهل له الأمور بحكم مكانته الدينية ومكانته المجتمعية. كذلك هم عندهم أكثر من نشاط، عندهم الجانب الطبي وعندهم الجانب التعليم وعندهم جانب الأنشطة المنتجة وعندهم الجانب الديني في المدارس والآبار، فلذلك عندهم تنوع في المشاريع بحيث يكمل بعضها بعضا ويدعم بعضها بعضا. عندنا مشروع مدرسة بقرب من مومباي، مدرسة كبيرة جدا تكون مدرسة عصرية متميزة لطلبة الموهوبين، وهناك مشاريع أخرى كذلك يعني ندرسها معهم، ونتطلع إلى مزيد من العمل مع الجامعة. والله يوفقهم إن شاء الله ويفيد فيهم المسلمين في الهند ويرفع من شأنهم. والسلام عليكم ورحمة الله.